باشرت مديريتنا اعتبارا من يوم 28 بإطلاق حملة كبرى بمساندة ودعم من قيادة عمليات نينوى وقيادة شرطة محافظة نينوى وقيادة الهيئة الحشد الشعبي بدعم مديريتنا ومفارزها أثناء التفتيش على مخالفي متطلبات الوقاية والسلامة والموضوعة بقبل مديرية الدفاع المدني العامة. شاركت معنا بهذا الموضوع الدوائر الساندة والتي لها السلطة التنفيذية على أرض الواقع مثل القائمة مقامية قضاء الموصل والأقضية والنواحي اللي موجودة وكذلك مديرية البلدية والبلديات وكافة الدوائر الأخرى ذات العلاقة، حيث تم تشكيل مفارز مشتركة من مديرية البلدية وقيادة الشرطة ومديرية الدفاع المدني نينوى لإجراء الكشوفات وإعادتها على كافة المنشآت اللي تتمثل بالمولات والمستشفيات والكافتريات والمطاعم وقاعات الأعراس المخالفة لمستلزمات الدفاع المدني أو التي قامت باستخدام المواد سريعة الاشتعال كمادة السندويج بنال ومادة الأليكوبون. هناك تقصير في توفير منظومات الإطفاء ومنظومات الإنقاذ. حقيقة احنا سابقا كان عندنا كشوفات عليها، لكن اكو بعض المشاريع استحدثت بتجاوز دون مراجعة مديريتنا، بدون اخذ موافقة مديرية الدفاع المدني على توفير متطلبات السلامة. هذه بالحقيقة بدعم ومساندة البلدية احنا حاليا في طور البحث والتقصي عليها، وسيكون الاجراء اجراءنا صارم وفق قانون الدفاع المدني وحالته إلى جلسات الفصل، وكذلك البلدية أيضا ستتخذ الإجراءات وفق قانون البلدية، والسيد القائم مقام يتخذ الإجراءات اللازمة بغلق أي منشأ أو مشروع مخالف لهذه المستلزمات. وإن كان حكومي حقيقة فيما يخص مؤسسات الحكومية عند ميزانية مخصصة لها، احنا سيتم رصد المخالفين وتثبيت نوع المخالفات والكتابة إلى الدائرة والوزارة اللي تتبعها هذه الدائرة لغرض رفع وإزالة التجاوزات أو المخالفات الموجودة في هذه الدوائر. سيادة العميد، بالنسبة للسلام الطوارئ، بالنسبة للعمارات أو الشقق السكنية أو هذه الأمور، حقيقة أحد شروط السلامة الموضوعة من قبل مديرية الدفاع المدني العامة هو توفير أكثر من مخرج لأي منشأ مهما كان، سواء كان من طابق واحد أو عدة طوابق. فيما يخص سلم الطوارئ هذا يستحدث في العمارات اللي يكون يزيد عدد طوابقها عن طابقين. أيضا هذا جزء من متطلبات السلامة اللي سيتم رصده ويعتبر مخالف في حال عدم توفير باب طوارئ، باب هروب أو عدم وجود سلم طوارئ. المعوقات طبعا احنا نحتاج إلى جهد كبير، إلى كادر كبير، لأنه تعرف جنابك الموصل كبيرة جدا، لكن احنا وفق الخطة الموضوعة تم تقسيمها إلى عدة قواطع ضمن قواطع البلدية، لأنه راح تكون مشاركة معنا أثناء بهذه الحملة، وتقسيمها صب كل جهدنا بالوقت الحاضر على هذه الحملة ورصد المخالفين لغرض حماية المواطنين والممتلكات، وأحسن نكون العين الساهرة عليهم إن شاء الله تعالى، ونطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق.